بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. نصيحة ذهبية لحماية القلب. ينصح أشهر أطباء القلب بالتقليل من الطعام والشراب من أجل حماية القلب من النوبات المفاجئة، ويؤكدون بأن تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وقليل من الملح والسكريات سيبعد الكثير من الأمراض. والنصيحة الذهبية التي ينادى بها العلماء هي عدم الإسراف في الطعام والشراب للوقاية من أمراض العصر. صراحة ما نقول إلا سبحان الله الذي أعطانا قاعدة ذهبية للوقاية من هذه الأمراض في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف آية 31، والله أعلم.